تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى حصة الصحافة ليومه الخميس، والتي نستعرض فيها معكم أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية والعربية والغربية. بداية من صحف الجزائر ومن صحيفة أخبار اليوم: المجلس الأعلى للأمن يبدي أسفه، بلد شقيق يستهدف الجزائر بتصرفات عدائية وفق بيان للمجلس الأعلى للأمن في الجزائر الذي ترأسه عبد المجيد تبون. محلياً وفي الشأن الفلاحي: تساقطات مطرية وإجراءات رئاسية، بشائر موسم فلاحي جيد، حملة الحرث والبذر على طاولة الحكومة. وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية: الحماية المدنية تدعو الجزائريين إلى الحذر. وسكان حي علي عمران 2 ببرج الكيفان غاضبون، أشغال تعبيد الطريق متوقفة منذ العام 2017، حي راقي بمواصفات منطقة ظل. وإلى صحيفة آخر ساعة: مديرية النقل بعنابة تضع مخططا بالعجز المسجل في نقل المسافرين، يتم على إثره رفع برنامج لفتح خطوط جديدة وتدعيم الخطوط القديمة. وإيداع حارسة ثانية تعمل في سجن بوزعرورة بعنابة الحبس المؤقت، والتحقيقات متواصلة في قضية منح سجينة امتيازات غير مستحقة. وخلال جلسة استماع للجنة الثقافة بالمجلس الشعب الوطني، منتجون ومخرجون يطالبون بوقف الدعم العشوائي واستعادة قاعات السينما. رياضياً: كأس أفريقيا بكوت ديفوار على الأبواب، الخضر يحطون الرحال في بواكي ويدخلون المرحلة الأخيرة من التحضيرات للكان. الناخب الوطني بالماضي يتلقى تقارير إيجابية عن أرضية ميدان ملعب السلام، كما أنه قال أيضاً: حققنا تحسناً كبيراً من الناحية الهجومية ولا أعير أي اهتمام للانتقادات. ومع فصل الشتاء إقبال كبير على شراء المضادات الحيوية والفيتامينات ومسكنات الحمى والألم بسبب الانتشار الكبير للأنفلونزا الموسمية. وإلى صحيفة السلام: ديون المؤسسات الصحية لدى الصيدلية المركزية بلغت 140 مليار دينار، تمتلك مخزونا من الأدوية يكفي لفترة لا تقل عن 6 أشهر. والأمازيغية: إرث مشترك يتقاسمه كل الجزائريين. وفي ذات الصحيفة أيضا: أولى تحركات الجزائر بمجلس الأمن طلبت عقد جلسة مفتوحة بشأن مخاطر التهجير القسري لسكان قطاع غزة. وإلى صحيفة النصر التي بدأت عنوانتها رياضيا: بعثة الخضر تحل ببواكي وتدخل أجواء الكان، رحلة استعادة التاج تنطلق. وفي عنوانها الرئيس تعنون النصر: الجزائر تأسف للتصرفات العدائية لبلد عربي شقيق، وذلك في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق نقرأ مقالا للكاتب الصحفي الجزائري عثمان الحياني تحت عنوان: الرئاسة الجزائرية تتهم بلدا عربيا بالقيام بتصرفات عدائية، وكتب: وجهت الرئاسة الجزائرية اتهامات مباشرة إلى دولة عربية لم تسميها بالقيام بما وصفتها بتصرفات عدائية ضد الجزائر. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء بأن مجلس الأمن القومي الأعلى الذي عقد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون خصص لدراسة الوضع العام في البلاد والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل، مبدياً أسفه من التصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من طرف بلد عربي شقيق. ومع أن البيان لم يذكر اسم البلد العربي المعني الذي قال إنه مسؤول عن تصرفات عدائية في علاقة بالوضع في منطقة الساحل، إلا أنه كان يلمح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتهمها الجزائر بالسعي إلى إثارة الأزمات في محيط الجزائر في الساحل وليبيا وتونس. وفي 13 من ديسمبر الماضي كانت السلطات الجزائرية قد وجهت عبر وسائل الإعلام الرسمية الحكومية اتهامات صريحة لدولة الإمارات بتمويل مالي ضخم لحملة إعلامية من شأنها الإضرار بالجزائر وعلاقاتها مع دول الساحل الأفريقي وخاصة مالي والنيجر.
ويعتقد أن يكون بيان المجلس الأعلى للأمن القومي في الجزائر هو آخر خطوة قبل اتخاذ الجزائر خطوات دبلوماسية لتصعيد الموقف مع أبوظبي، إذ من المتوقع استدعاء وسحب السفير الجزائري من أبوظبي وتجميد العلاقات بين البلدين وفقا لتوقعات مصادر مسؤولة، بعدما وصلت العلاقات الجزائرية الإماراتية إلى مرحلة توتر حادة وفق ما كتب الصحفي الجزائري عثمان لحية. وإلى عناوين بعض الصحف الصادرة في المغرب وموريتانيا وليبيا وتونس. بداية من المغرب ومن صحيفة الأحداث، اليوم 11 يناير، ذكرى خالدة، تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. في عنوانها الرئيس تعنون الأحداث: إسكوبار الصحراء، الوكيل العام يضع حدا لمحاكمات الفيسبوك. فتح تحقيق في الأخبار الزائفة التي تتهم شخصيات ووزراء ومؤسسات وطنية. وانتخاب تاريخي، المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد حصوله على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لجنوب أفريقيا. السكر في المغرب حلاوة مكلفة، زيادة تدريجية في أسعاره ابتداء من هذا الشهر وعلى مدى 3 سنوات. وفي عنوان محلي آخر: براءة الأسد، تمشيط وكالة المياه والغابات بخنيفرة وأبحاثها يستبعدان صحة الأخبار المروجة والتي تقول بظهور أسد الأطلس في المنطقة. وإلى صحيفة المساء: إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلس عمالتها بسبب الاشتباه في تورطهما في قضايا فساد محتملة. والنيابة العامة تفتح بحثا حول إقحام شخصيات عمومية في ملف إسكوبار الصحراء. عربيا: قصف عنيف على جنوب القطاع وخسائر فادحة للاحتلال. إلى تونس ومن صحيفة الصباح: اليوم غزة خاطب العالم عبر العدل الدولي. محليا: تجريم التطبيع يعود إلى السطح مجددا في تونس، وتعاطف إعلامي وحقوقي مع الصحفي زياد الهاني في محاكمة تواصلت إلى ساعات متأخرة. وتونس تضع أسس تطوير برنامج لاستخدام الطاقة النووية، وإجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ وأخرى في حاجة إلى موارد مالية مع مطلع 2024. وزهير المغزاوي يصرح لصحيفة الصباح: انتخابات 2024 استحقاق دستوري واختبار لجدية المسار الديمقراطي. ورياضيا: بعد أن واجه أمس الرأس الأخضر وديا، المنتخب الوطني التونسي يطير غدا إلى الكوديفوار للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا. وإلى صحيفة المغرب التونسية: تعدد الملاحقات القضائية لسياسيين وصحفيين، الخط الفاصل بين التعسف وتطبيق القانون. الصحفيون أمام المحكمة الابتدائية بصوت واحد: لا لسجن الصحفيين، نعم لحرية التعبير. وبعد 96 يوما من الحرب على قطاع غزة، تحذيرات من موجة تهجير جديدة للفلسطينيين، وقمة العقبة تبحث الخطة الأمريكية. وكذلك في نفس الصحيفة، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي يصرح للصحيفة: ستشارك قيادات من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي ودول عربية في ملتقى تونس لدعم المقاومة. إلى ليبيا وصحيفة الصباح: المركز الليبي يكشف عن تسهيل في إجراءات عملية بيع النقد الأجنبي، والطاقة الإنتاجية لمستودع الهاني ترتفع إلى 4000 أسطوانة باليوم. والمنفي يلتقي السفير هولندا لدى ليبيا، بحث معه التطورات السياسية في البلاد، بينما الدبيبة يؤكد على ضرورة معالجة ملف مرضى الأورام بشكل مهني وجاد. عربيا: الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والآليات. وبلينكن وزير الخارجية الأمريكي يعلن إرسال بعثة أممية إلى المنطقة. إلى صحيفة الوسط: دائما في الصحف الليبية، الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقول: قرار رفع الدعم عن المحروقات اتخذ ولا رجعة فيه. بحيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: إن قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ ولا رجعة فيه. وأضاف: خلال اجتماع لجنة المحروقات يوم الثلاثاء،
أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد. لكن في المقابل فالحكومة المكلفة من طرف النواب تحذر من رفع الدعم عن المحروقات. إلى موريتانيا ومن صحيفة الشعب، المحضرة الشنقيطية حصر منيع في وجه الفتن والغلو والتطرف ومنبع لقيم الاعتدال والتسامح في البلاد. ورئيس الجمهورية يسلم الرئيس الغامبي جائزة أفريقيا لتعزيز السلم. الرئيس الغامبي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى موريتانيا. إلى صحيفة أنباء إنفو، مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على إجراءات خصوصية. فقد صادق مجلس وزراء موريتانيا خلال اجتماعه الأسبوعي بنواكشوط على مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ويأتي هذا بحسب ذات المصدر بهدف تنسيق تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. في العلاقات الاقتصادية البينية المغاربية، الجزائر تصدر شحنة من البصل الأحمر إلى ميناء نواكشوط، ومشاركة مغاربية قوية في مؤتمر طهران للبرلمانات الإسلامية من أجل غزة. ورسميا المغرب ينتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. ونتحول مشاهدينا الأفاضل الآن إلى عناوين بعض الصحف العربية الدولية. نبدأ من صحيفة الزمان في عنوانها الأول: القوات الأمريكية والبريطانية تصد أكبر هجوم حوثي في البحر الأحمر، وقمة العقبة تنسيق مواقف الضغط لوقف الحرب والتصدي للتهجير من غزة. والموصاد في القاهرة لبحث صفقة الأسرى، وقيادي في حماس يصرح لصحيفة الزمان: شرطنا وقف إطلاق نار كامل. وكذلك في نفس الصحيفة دوليا: ألمانيا تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية، والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول بأن تردد الغرب يشجع بوتين على احتلال أوكرانيا، وإحباط هجوم بطائرة مسيرة ضد التحالف الدولي قرب أربيل، وعطلة الشتاء في الإمارات كروية عالمية. إلى صحيفة الشرق الأوسط: قلق غربي إزاء أوسع هجوم حوثي. جوزيف بوريل يتحدث عن تعثر اتفاق يمني بسبب حرب غزة. وفي نفس الصحيفة في الشأن السوداني: السودان تسليح المدنيين يعزز مخاوف الحرب الأهلية، ومقترح قطري جديد لإنهاء حرب غزة. دعم أمريكي لمسار سياسي ودولة فلسطينية، وإسرائيل تواجه اليوم دعم الإبادة في لاهاي. وفي إقليميا دائما: العراق يدعو أمريكا إلى التفاوض على خروج سريع. وفي أمريكا: تكتم وزير الدفاع عن مرضه يحرج إدارة بايدن، دعوات للتحقيق، وترامب يطالب بإقالة وزير الدفاع أوستون. ونقرأ أيضا في ذات الصحيفة: المغرب يفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024. وفي ألمانيا: اجتماع سري لليمين المتطرف يبحث ترحيل الملايين. وإلى صحيفة العرب: الحوثيون يصعدون بهدف استدراج واشنطن إلى الصراع. بريطانيا تلمح إلى عمل عسكري وشيك ضد الحوثيين. الهجوم بثلاثة أنواع من الأسلحة: مسيرات وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية، يهدف إلى تصعيب مهمة الاعتراض الغربية. وفوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان انتصار بأبعاد سياسية إقليمية ودولية، وفق ما كتبت صحيفة العرب التي تعنون أيضا: السعودية تتوسع في نسخ النموذج الإماراتي للأعمال. نوعية الإقامات المقترحة تتضمن المفردات نفسها التي جاءت في المقاييس التي استهدفتها الإمارات قبل أكثر من عام. أما الآن فإلى عناوين بعض الصحف الغربية، والبداية من صحيفة الاندبندنت البريطانية: لماذا استغرق الأمر برنامجا تلفزيونيا لمسح 736 مدير مكتب فرعي في البريد تتساءل. وكتبت: أعلن ريشي سوناك أنه سيتم تبرئة مدير فروع مكتب البريد الذين أدينوا خطأ في واحدة من أسوأ حالات إجهاض العدالة في التاريخ البريطاني. وبعد معركة طويلة استمرت عقدين من الزمن من أجل تحقيق العدالة،
سيتم استعادة أسماء المئات ممن وقعوا في الفضيحة بحلول نهاية العام بموجب خطط للحكومة. وفي الشرق الأوسط، السفن الحربية البريطانية والأمريكية تصد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر، بحيث دمرت السفن الحربية البريطانية والأمريكية وابلاً من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن في أكبر هجوم حتى الآن على الشحن في البحر الأحمر. وأشار وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بأن هناك المزيد من العمل العسكري، قائلاً إن الهجمات لا يمكن أن تستمر وأن المملكة المتحدة لن تسمح بذلك، وختم بالقول انتبهوا إلى هذه المساحة. وإلى صحيفة البايس الإسبانية محلياً، رئيس الحكومة سانشيز ينقذ المراسيم في الحالة القصوى التي فشل فيها دياس. الحكومة تنقذ الإجراء الذي يمدد تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والنقل العام والمرسوم الجامع بعد الاتفاق مع المستقلين لتحقيق امتناعهم عن التصويت مقابل صلاحية جديدة، بينما ينتقد فيغو قائلاً إن بلدي لا تستحق هذه السخافة وهذا العار وهذا الإذلال وفق قولها. وعديد الأسباب تدفع جنوب أفريقيا إلى رفع قضية حرب غزة إلى محكمة الأمم المتحدة، بحيث تطلب الدولة الإفريقية من القضاة الدوليين إصدار إجراءات احترازية لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال ذات طبيعة إبادة جماعية في هجومها العسكري في القطاع، وتبدأ جلسات الاستماع يومه الخميس في لاهاي. وإلى صحيفة لوموند الفرنسية، غابرييل أتال خلف الكواليس من الاختيار، بحيث تولى رئيس الحكومة الجديد مهامها الثلاثاء بعد انتظار طويل حول اختيار رئيس الوزراء دون موافقة إدوارد فيليب وفرانسوا بايرو، تأجيل انعقاد مجلس الوزراء إلى الجمعة. وتضيف الصحيفة، عندما حان وقت تسلمه مهامه رسميا ألقى غابرييل أتال خطابه بيد مرتجفة كما لو كان يشعر بالدوار، وحذر في اتصال هاتفي رئيس حزب النهضة الرئاسي رفيقه السابق ستيفان سيجورينيه قبل أي زعيم سياسي آخر من هذه الترقية المبهرة بعد 6 أشهر من تعيينه في وزارة التربية الوطنية. ألم يضع غابرييل أتال قدمه للتو في الجحيم، تكتب الصحيفة، وهي منزلة قادرة على تدمير الشعبية الواعدة وإحباط الطموحات الرئاسية مثل طموحات جاك شابان ديلماس عام 1974 أو إدوارد بالادور في العام 1995. ونستعرض معكم مشاهدين الأفاضل الآن بعض التدوينات المختارة لحصة الصحافة لهذا اليوم، بداية من تغريدة منتج ومقدم البرامج أحمد منصور الذي غرد: روح الإنسانية وجوهرها في اختبار تاريخي صعب اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، هل ستدين المحكمة إسرائيل وتجبرها على وقف حرب الإبادة التي تقوم بها ضد قطاع غزة، أم سيكون شأنها شأن الأمم المتحدة والعالم يترقب؟ وإلى تغريدة الكاتب الصحفي سام يوسف الذي غرد: تحتاج تأييد 8 قضاة من أصل 15 في محكمة العدل الدولية، أولوية وقف الحرب على غزة في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تسبق جدل المرافعات حول التكييف القانوني للجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وإلى تغريدة الأستاذة المغربية أسماء بونهير التي غردت: تنسيقيات ونقابات التعليم في المغرب أكبر خطر يهدد إصلاح المنظومة التعليمية، يتلاعبون بمصير الأساتذة والتلاميذ لخدمة أجندات ضيقة يقضون من خلالها مصالحهم ويصفون حسابات مع الدولة وفق ما تكتب. بالخلاصة، إسقاط النظام الأساسي لن يثنيهم عن تحقيق أهدافهم الخفية، وأنتم تعلمون من يحركهم كما تقول. وإلى تغريدة المنصة الرقمية التونسية جوسور بوست التي غردت: صدر حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي المستقل زياد الهاني قبل أن يطلق سراحه مساء الأربعاء، ووجهت له تهمة تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات، حسب ما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته انحرافا خطيرا في محاولة يائسة لإخراس صوت الناقد. وإلى تغريدة سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة الليبي الذي غرد: قرار رفع الدعم في الوقت الحالي غير مناسب، ويقصد الرفع دعم عن البنزين،
فسيرتفع سعر الكهرباء، فالدعم هو للكهرباء ونسبة الوقود فيه بسيطة، وسترتفع أسعار الوقود ولن يقدر عليه المواطن البسيط، وسترتفع أسعار المعيشة وسيكون الأمر كارثة على المواطنين. ونختم مشاهدينا الأفاضل بهذه الرسومات التعبيرية، وبها أودعكم على أمل لقياكم في مناسبات قادمة. دمتم بخير والسلام عليكم.